السلام عليكم، يعطيكم العافية. مس حلينا بالحصة السابقة عندي مركبات اقترانات مركبة. اليوم بإذن الله بدنا نناقش عندي مثال 2 صفحة 27. بقول لك المثال: إذا كانت جيل إكس تساوي 2 إكس تربيع ناقص 6، عندي F الX تساوي 3X زائد 5. F الX تساوي 3X زائد 5. فأجد قاعدة كل، بدي أوجد قاعدة F بعد G للX وG بعد F للX. خلينا نوجد إحنا F بعد G للX. حكينا إحنا إنه G بعد F للX هي معناها F للG، الF لا الجي. هلأ بحط الاف، بعوض قيمة جي الاكس، هيها جي الاكس عندي 2 اكس تربيع زائد 6 ناقص 6، بحط مكان جي الاكس 2 اكس تربيع ناقص 6. هلأ بعوض، بحط مكان بإف الاكس، بحط مكان الاكس 2 اكس تربيع ناقص 6، اللي عندي 3 اكس زائد 5. 3 حطيت مكان اكس 2 اكس تربيع ناقص 6 زائد 5. هون بعمل ضرب، 3 ضرب 2 6 اكس تربيع، و3 ضرب 6 سالب، عندي 3 ضرب 6 عندي هون بصير عندي سالب 18، سالب 18 زائد 5 ويساوي سالب 13. إذا القاعدة الجديدة اللي صارت F بعد G اللي هي 6X تربيع ناقص 13، 6X تربيع ناقص 13. هلأ بده إياني أطلعها للسالب 2، F بعد G للسالب 2، بعوض مباشرة هون بالقاعدة الجديدة، مكان كل إكس بحط سالب 2. 6 ضرب سالب 2 تربيع ناقص 13، 6 ضرب 4 24 ناقص 13 ويساوي عندي الجواب 11. نفس الفكرة بدي أعمل في جي بعد إف. هلأ بحط جي، بحط إف الإكس قيمتها، إيش قيمة إف الإكس؟ 3 إكس زائد 5 قيمتها. هلأ بحط بجيل إكس، هيها جيل إكس، مكان إكس بدي أحط 3 إكس زائد 5، فبتصير 2 3 إكس زائد 5 تربيع ناقص 9 ناقص 6. 2 ضرب 3 إكس زائد 5 تربيع، معناها عندي يامس إنه 3 إكس مضروبة في حالها كم مرة؟ مرتين زائد 5. 3 إكس زائد 5 مضروبة بحالها مرتين، بتحللوها انتو بطلع الجواب عندي 9 إكس تربيع زائد 30 إكس زائد 25 ناقص 6. هاي القاعدة. هلأ ناقص 6 25 ناقص 6، الاثنين بدي أضربها بالتسعة تصير 18 إكس تربيع، الاثنين بدي أضربها بالثلاثين بتصير 30 60 إكس، الاثنين بدي أضربها بالخمسة وعشرين بتصير 50 ناقص 6 ويساوي 44. بدهم إف الصفر، بعوض بهاي المعادلة الجديدة كل مكان إكس صفر، يعني 18 ضرب 0 زائد 60 ضرب 0، 0 زائد 0 زائد 44 يساوي 44. هيك بكون الحل. معاكم أتحقق من فهمي، واجب إن شاء الله بنحله بالحصة القادمة. يعطيكم العافية.